بعد طول انتظار الطبيعة كشفت عن سحرها ورسمت ديكورا ناصعا بفضل كميات الثلوج المتساقطة، لحظة لم يشأ الكثيرون تضييعها. فالزائر الأبيض دفع هؤلاء بأعالي برج بوعريريج للاستمتاع وأخذ الصور. لكن في الجهة المقابلة رجال يتحدون قساوة الطقس لتسهيل حركة المرور وإبعاد الخطر عن مستعملي الطرقات. الساعة تشير إلى 10 ليلا، فرق الجزائرية لطرق السيارة تتجند. المهمة استباق تراكم طبقات الجليد والثلوج على مستوى الطريق السيار. أعوان الصيانة والدوريات متواجدون على مدى 24 ساعة إلى 24 ساعة في الميدان، وهم حاضرون للتدخل في أي وقت وفي أي زمان. فالجزائرية للطرق السيارة تحوز على ماكينات جديدة وفعالة ككاسحات الثلوج لشاسناج، مزودة بماكينات لرش الملح ميكانيكيا لسالوز. العمل متواصل بوتيرات ثابتة ومستمرة إلى غاية انتهاء الفترة الشتوية. أطنان من مادة الملح يتم ملؤها في كاسحات الثلوج، ثم يشرع في تفريغها بشكل آلي على طول الطريق. احنا استعملنا 31 طن من نهار بدينا العمليات من 18/1/2023. في الليلة الواحدة نستعملوا من 6 ل 8، يعني على العموم نلقوا حتى 8 طن. أعوان الصيانة والدوريات المتنقلة للجزائرية للطرق السيارة مرفوقين بفرق الدرك الوطني، كلهم مجندون لخدمة مستعملي الطريق السيار. وسائل عصرية والعمل آليا ويدويا من شأنه استباق طبقات الجليد خصوصا عبر الجسور. الطريقة يدويا نستعملها إذا ما تعذر علينا استعمال الشاحنة كساحة الثلوج، يعني بلا سالوز نستعملوا اليدويا خاصة في الصباح المبكر في فوق الجسور، لأنه الجسور معرضة للجليد أكثر من قارعة الطريق، لأن الجسور مهزوز فوق الهواء. صعوبات وجدها مستعملو الطريق السيار بسبب ما خلفته الأحوال الجوية، لكن جهود المصالح المعنية فك العزلة عن العديد من مقاطع الطرقات، أمر استحسنه المسافرون. الناس قالوا لي باتوا خدامين يديروا في الملح في الطريق باش يديكاجيو الجليد الناس باش تمشي، والله غير يعطيهم الصحة. كاين اللي عنده موعد، كاين اللي عنده مريض، كاين، أما خير نديروا الملح ونفوتوا وإلا نبقاو مبلوكيين. مبادرة بزاف مليحة، تمنع قداه نروح قداه واحد يقدر يمنع من هذا مليح الملح كاشي في الطريق يذوب الجليد هذاك. الطريق السيار شريان حيوي بالنسبة لحركة المرور، فرغم الصعوبات التي وجدها أصحاب المركبات في التنقل بسبب الصقيع وتساقط الثلوج، إلا أن تجند مصالح الجزائرية لطرق السيارة سمح بانسيابية حركة المرور وأمن مستعملي الطريق السيار.